ناس مختلفة الحقيقة. اروح لكريم احمد زميل عزيز في تونس. كريم اهلا بيك يا كريم. كابتن عبد الحميد برحب بيك في البدايه، وبرحب طبعا كابتن محمد عمر وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار؟ طمنا. والله الاخبار طبعا الحمد لله كابتن ميدو، حتى هذه اللحظه الامور ماشيه بشكل طيب بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي، بالنسبه للتامين يمكن بنتمنى زي ما قلنا قبل كده كابتن ميدو يوم المباراه يكون التامين مكثف اكثر من اللي احنا بنشوفه النهارده. يمكن كنا رايحين للمؤتمر الصحفي قبل انطلاق التدريب، وكان محدد التدريب كان يكون الساعه 6 بتوقيت تونس. يمكن كان لقاء مع كابتن محمد يوسف قال مستر باتر اتفضل ان هو يكون النهارده تدريب فيها الساعه 6 وليس في ميعاد المباراه، وهو الساعه 8 قال هيحاول ان احنا لعيبه يبقى فيه بعض الريكفري بعض الاستشفاء، اللعيبه يمكن بتواظب بشكل كبير جدا على عمليه البطولات. فيمكن جينا الاستاد رادف على المؤتمر الصحفي، يمكن كنا طبعا بصحبه مستر باتر كابتيرون وكابتن حسام عاشور والبعثه الاعلاميه بالكامل للمؤتمر الصحفي. انتهى المؤتمر فور دخولنا لملعب رادس في الميعاد اللي هو الساعه 6 بحضوره محمود الخطيب ومجلس الاداره، وجينا في الملعب تدريب شباب شباب نادي الترجي بيعملوا حاجه الفار جديده هنا في الاتحاد التونسي. فتدريب النادي الاهلي حتى هذه اللحظه لم يبدا دون ميعاد او دون وقت جديد، ان احنا 7 الا ربع الفرقه اللي متواجده في ارضيه ملعب رادس هتخرج من الملعب، والنادي الاهلي المفروض ان هو يكون في الساعه 7 هيبدا المباراه. يمكن اكيد يعني احنا مستنيين فريق الناشئين يخرج يا كريم عشان ننزل نتمرن. بالظبط يا كابتن ميدو، لعيبه النادي الاهلي يمكن في اوضه اللبس بقى لها اكثر من 25 دقيقه او 30 دقيقه، في حراسه وكل حاجه، لكن كان معتاد ان لعيبه النادي الاهلي بمجرد ان هي بتوصل الى الاستاد بتأدي على طول التدريب، ما يبقاش في قعده، ما يبقاش في وقت، ما يبقاش في عطله كبيره. لكن يمكن برضه باكد على مسؤولي الاتحاد الافريقي اللي هم بدور كبير جدا ومشددين بشكل كبير جدا وتحذير كبير للاتحاد التونسي وفريق نادي الترجي على اي تجاوزات تكون في هذه المباراه، يكون في عقوبات قاسيه وعقوبات رادعه جدا جدا. يمكن ده اللي باكد عليه حديثي مع زميلنا محمد ثابت طبعا مدير اداره الاعلام في الاتحاد الافريقي، لا في تحذيرات كبيره جدا وفي حرص كمان كبير جدا من الجانب التونسي حتى هذه اللحظه اللي احنا شايفينه بيحاول يوفر لنا بعض الامور. لكن باكد مره واثنين وثلاثه في التمييز يوم المباراه هيكون مختلف بشكل كبير جدا جدا جدا. ما اكيد احنا يوم المباراه مش هنتاخر عن المباراه، يعني مش هيبقى في ناشئين في المباراه يعني في الملعب. بالظبط بالظبط يا كابتن، ان شاء الله الامور تبقى ماشيه بشكل مطمئن. يا رب. ارجع معاك كمان للمؤتمر الصحفي اللي كان في الساعه 5:30 بتوقيت تونس، حضور مكثف من الجانب الاعلامي نظرا لاهميه هذه المباراه. مستر باتريس وكابتن حسام عاشور الاسئله المعتاده، بتشوفوا حضور الجماهير ازاي، بتشوفوا الاستقبال ازاي من الجانب التونسي، امور كلها يمكن الاعلامي بالنسبه لي الجانب التونسي. لكن كالعاده طبعا كابتن حسام عاشور وكلماته طبعا تركيزنا كبير، وهنعود ان شاء الله وهنرجع من هنا بالبطوله التاسعه هدف التسعين ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. واكيد يا كابتن ميدو هنكون متواصلين معاك ان يبدا تدريب فريق النادي الاهلي، هنحاول ان احنا نشوف الامور ماشيه ازاي في التدريب. لكن نقطه كمان حابين نتكلم عليها وهي محارب تعرض لكابله قويه كده امس في العمران، لكن طمنا من كابتن الدكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي قال كابله بسيطه وممكن على الثلج على طول بعد ما طلع من الملعب، الكل جاهز ان شاء الله كابتن ميدو، الكل على قلب رجل واحد باذن الله. باذن الله بكره يكون يوم مفرح على كل جمهور النادي الاهلي باذن الله، سواء هنا في تونس الناس اللي حاضره من جماهير النادي الاهلي او في مصر طبعا الملايين اللي بتتابع النادي الاهلي. والله يا كريمه مش عايز اقول لك مصر كلها دلوقتي بتقول يا رب ان شاء الله الاهلي يجي بكره بالكاس ان شاء الله. كلها يعني. ان شاء الله كلنا بنقول يا رب والله يا كابتن ميدو باذن الله. لعيبتنا رجاله رغم الغيابات ورغم الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي، لكن الحمد لله النظره اللي احنا بنشوفها في وش لعيبتنا والثقه والتركيز والحماس الكبير يدينا اكيد ثقه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله هتكون البطوله التاسعه من نصيب النادي الاهلي باذن الله. نرجع سالمين كلنا يا كابتن ميدو. يا رب يا رب. يعني المفروض التمرين يبدا امتى يا كريم، ولا احنا لسه مستنيين الولاد يطلعوا من الملعب؟ كده في 15 دقيقه يا كابتن ميدو لحين خروج فريق الترجي فريق الشباب، 15 دقيقه بالظبط 7 الا ربع توقيت تونس 8 الا ربع توقيت القاهره هيبدا النادي الاهلي يدخل تدريجيا للملعب على ان يبدا ان شاء الله في الساعه 8 بتوقيت الساعه 8 بتوقيت في الساعه 7 بتوقيتنا هنا في تونس. تمام. انت قلت لي في حاجات بيعملوها في الفار، يمكن هو احنا سالنا طبعا كان في لعيبه الترجي نفس الشركات العاديه طبعا بتاع نادي الترجي، فالناس الاعلام اللي متواجد افتكر ان ده الفريق الاول لفريق الترجي اللي هيقود التدريب، لكن عرفنا ان يمكن في تجربه بتتعمل في الدوري التونسي بيحاولوا ان هم يعملوا تيست كده، جايبين طبعا الاجهزه وجايبين تقسيمه كده كبيره في الملعب بالكامل، حاجه كده يمكن بالنسبه للاتحاد التونسي ما لهاش علاقه خالص طبعا بالمباراه النهائيه ولا مباراه الاهلي والترجي نهائي دوري ابطال افريقيا، لكن شغالين الملعب وفي حركه كتير في الملعب، فالنادي الاهلي والجهاز الفني كله بالكامل
بالتنسيق مع كابتن محمود الخطيب اللي حاضر موجود في المران، العميد محمد مرجان لمنصه الامن، فصلوا بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي ان هم ما يكونوش متواجدين في الملعب وقت اللبس الزايد دلوقتي، لكن يمكن خلاص دقائق ان شاء الله باذن الله ونشوف تدريب النادي الاهلي الاخير ان شاء الله اللي هيكون على ملعب. ان شاء الله كريم احنا معاك لو في اي وقت قول لنا الجديد. كريم احمد شكرا جدا زميلي العزيز من تونس.